طب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هنا الحالة الأولى، أو هنا سنأخذ حالات قلب الهمزة واو أو ياء، ولكن هنا بشرط أو بشروط أن تكون الهمزة عارضة، يعني ليست أصل من أصول الكلمة. هذه الهمزة التي ستقلب واو أو ياء يعني ليست أصل من أصول الكلمة. ثانيا هنا أن تكون ماذا؟ تقع بعد أن تقع بعد ألف مفاعل أو ما يشبه أو ما يشبه هذا الوزن. طيب وهنا مثال لما لامه، للذي لامه همزة أصلية أو ياء أصلية أو ماذا؟ أو أصلية. أولا يعني كلمة، هذه الكلمة أصلها ماذا؟ أصلها همزة، يعني اللام أصلها ماذا؟ همزة. يعني مثلا كلمة خطيئة على وزن ماذا؟ على وزن فعيلة. نلاحظ أن هنا أن الكلمة لامها همزة أصلية، لأن مثلا خطيئة على وزن ماذا؟ فعيلة. فنأخذ مثال على ما لامه، لأن يعني هذه الحالة تقع في ما لامه همزة أصلية أو لامه ياء أصلية أو لامه واو ماذا أصلية. طيب جمع خطيئة جمعها ماذا؟ الجمع خطايا، هذا هو الجمع. الأصل أن نقول ماذا في خطيئة؟ الأصل أن نقول ماذا؟ خطائئ، هذا هو الأصل، هذا هو ماذا؟ أصل الجمع، أصل الجمع، هذا هو أصل الجمع، أن كل ماذا؟ خطيئة ماذا؟ خطايئ. على وزن ماذا؟ هذا هو الوزن، على وزن ماذا؟ مفاعل أو فعالل، هذا هو الوزن، هذا هو ماذا؟ الوزن. طيب نحن قلنا أن جمع خطيئة جمعها ماذا؟ خطايئ. طب لماذا نقول خطايا؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث خمس خطوات. خمس ماذا؟ خطوات. أولا هنا نلاحظ الخطوة الأولى أن جمع خطيئة ماذا؟ خطائئ، على وزن ماذا؟ مفاعل أو فعال. خطائئ، ماذا حدث هنا؟ وقعت الياء بعد ألف مفاعل أخذناها سابقا، مثل كلمة صحائف أخذنا سابقا إذا وقعت الواو أو الياء بعد ألف مفاعل تقلب همزة لو تتذكرون. إذن هنا وقعت الياء بعد ألف مفاعل فتقلب همزة، فنقول ماذا؟ خطائئ، هذه هي الخطوة الأولى. طيب الخطوة الثانية نحن قلنا ماذا؟ خطائئ. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ طبعا اجتمع ماذا؟ اجتمعت همزتان فتقلب الثانية ياء، هذه قاعدة إن شاء الله. إذن هنا فسنقول ماذا؟ سنقول خطائي، هذه هي الخطوة ماذا؟ الخطوة الثانية. طب الخطوة الثالثة نحن قلنا ماذا؟ خطائي. هنا ستقلب هذه الكسرة إلى ماذا؟ إلى فتحة. لماذا؟ لأن الكسر يعني يوجد خطأ، يوجد ثقل يعني بعض الشيء، فستقلب هذه الكسرة إلى ماذا؟ إلى فتحة. سنقول ماذا؟ خطائي. طب ماذا حدث؟ تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ فقلبت ألف، يعني تحركت وفتح ما قبلها فقلبت ألف. طيب رقم أربعة هنا، هنا رقم أربعة هنا نقول ماذا؟ خطائي. ماذا حدث هنا؟ تحركت الياء
وفتح ما قبلها فقلبت ألف، يعني هذه الياء تحركت وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. فنقول ماذا؟ سنقول هكذا: خ ط آ، لأن هذه الياء تحركت وفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ فقلبت ألف. طيب الخطوة الرابعة في خطأ، خطأ هنا اجتمع ثلاث ألفات، لأن الهمزة تشبه الألف، فاجتمع ماذا؟ ثلاث ألفات، فتقلب الهمزة ماذا؟ فتقلب الهمزة ياء، فسنقول ماذا؟ خطايا. إذن هنا ماذا؟ إذن الخلاصة أن خطيئة جمع أصل الجمع فيها خطايا، ولكن نحن نقول ماذا؟ خطايا، لكي نقول خطايا مرت بخمس خطوات. الخطوة الأولى نحن الأصل جمع نقول ماذا؟ خطايا على فعال. طيب هنا وقعت الياء بعد ألف مفاعل فتقلب همزة، فنقول ماذا؟ خطايا. طيب اجتمع ماذا؟ اجتمعت همزتان فتقلب الثانية، فنقول ماذا؟ خطائي. طيب بعد ذلك هنا نقول ماذا؟ خطأ، تقلب هذه كسرة الهمزة إلى فتحة، فنقول ماذا؟ خطائي. طيب تحركت الياء وفتح ماذا؟ وفتح ما قبلها فقلبت ألف، فنقول ماذا؟ خطأ. اجتمع ما يشبه ثلاث ألفات، لأن الهمزة تشبه الألف، فتقلب ماذا؟ فتقلب الهمزة إلى ياء، فنقول ماذا؟ خطايا. طيب نفس الأمر سنفعله هنا ولكن بأربع خطوات فقط. طيب قضية هنا، إذا نلاحظ هنا قضية جمعها ماذا؟ قضايا. الأصل طبعا قضية على وزن فعيلة، الجمع ماذا؟ هذا الجمع، الجمع قضايا. طيب قضايا أصل الجمع، الأصل أصل الجمع ماذا؟ قضايي على وزن ماذا؟ فعالل، هذا هو الوزن، فعائل، هذا هو الوزن، أو ما يشبه مفاعل. طيب قلنا أن قضية جمع قضية، الأصل أن نقول ماذا؟ أن نقول قضايي. طب لماذا نقول قضايا؟ سنعرف بعد أربع خطوات. إذن هنا الخطوة الأولى أن قضايا، قضاء طبعا جمع قضية ماذا؟ قضايي، يعني قضية جمعها ماذا؟ قضايي، لأنها مكونة من يائين، قضية. ولا ننسى أن قضية أصلها، يعني قضية هذا لو نلاحظ مثلا هنا قضية أصلها كذا قضية على وزن ماذا؟ فاعلة. نلاحظ هنا أن انظروا لام الكلمة أصلها ياء، انظروا هذا مثال لامه ياء أصلية، إذن هذا المثال لامه ياء أصلية، يعني أصل من أصول ماذا؟ من أصول الكلمة. إذن قضية نقول ماذا؟ على وزن ماذا؟ فاعلة. المهم إذن هنا، إذن جمع قضية جمعها ماذا؟ قضية، جمعها قضايي. وقعت الياء بعد ألف مفاعل فقلبت همزة، مثل ما نفعل في صحائف درسناها سابقا، إذا وقعت الواو أو الياء بعد ألف مفاعل تقلب همزة، فتقلب ماذا؟ همزة، فسنقول ماذا؟ قضايي. طب الخطوة الثانية قضايي، تقلب هذه الهمزة تقلب إلى ماذا؟ تقلب إلى فتحة، يعني هذه الهمزة تقلب فتحة، تقلب ماذا؟ فتحة، فنقول ماذا؟ قضايي هكذا، هنا مع المفترض هنا قضائي أيضا. طب هنا قضايي. طيب ماذا حدث هنا؟ تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف، يعني هنا مثلا
الخطوة الثالثة قضاء أي تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف، سنقول ماذا؟ سنقول قضاء آ. طيب طبعا هنا الخطوة الرابعة والأخيرة قضاء آ. اجتمع ما يشبه ماذا؟ ثلاث ألفات، لأننا قلنا أن همزة تشبه الألف، فاجتمع ماذا؟ ما يشبه ثلاث ألفات فتقلب الهمزة زيها، فنقول ماذا؟ قضاء ياء. إذن هنا أن قضية أصل الجمع فيها ماذا؟ قضاي. طب لماذا نقول قضايا مرت بأربع خطوات؟ الخطوة تقول أن قضايا أصلها ماذا؟ قضاي. وقعت الياء بعد ألف مفاعل فنقول ماذا؟ قضائي. تقلب الكسرة إلى ماذا؟ إلى فتحة فنقول ماذا؟ قضائي. فهنا ماذا؟ تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ فقلبت ماذا؟ فقلبت ألف. طيب اجتمع ما يشبه ثلاث ألفات فتقلب الهمزة إلى ماذا؟ إلى ياء. طيب هنا مثال ما لامه واو أصلية. لا ننسى أن مطية أصلها مطية أصلها هكذا ما مطية أصلها ما طي و على وزن ماذا؟ فا عي لا أصلها هكذا مطية لأنها من مطى يمطو. ولا إذن هنا مطية انظروا نلاحظ أن لام الكلمة أصلها ماذا؟ أصلها واو. طب ولكن ماذا حدث؟ لماذا نقول مطية؟ اجتمعت الواو والياء فتقلب ماذا؟ فتقلب هذه الواو إلى ياء فنقول ماذا؟ مطية. يعني هذه الواو قلبت ياء ثم تضغم في الياء الأخرى فنقول ماذا؟ مطية. لذلك اللام أصلها ماذا؟ أصلها واو. طيب المهم لذلك عند الجمع سنقول ماذا؟ مطية جمعها الجمع فيها ماذا؟ مطايا. هذا هو الجمع. طب أصل الجمع مطايو لأننا قلنا أن الياء الثانية أصلها ماذا؟ أصل لام الكلمة أصلها واو. لذلك هذا هو أصل الجمع أصل الجمع على وزن فعائل. إذن هنا طب لماذا؟ طب هنا قلنا أن مطية أصل الجمع فيها مطايو. طب ماذا حدث؟ لماذا نقول مطايا بعد أربع خطوات؟ إذن الخطوة الأولى أن هنا أصلها ماذا؟ مطايو. ماذا حدث؟ ماذا حدث هنا؟ وقعت الياء بعد ألف مفاعل فتقلب ماذا؟ فتقلب همزة. وقعت الياء هذه بعد ألف مفاعل فتقلب ماذا؟ همزة فنقول ماذا؟ مطايو. أنا أقول ماذا؟ مطايو. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ لا ننسى أن هذه الواو مكسور ما قبلها، يعني هذه الواو كسر ما قبلها فتقلب ماذا؟ فتقلب ياء وفتقلب ياء فسنقول ماذا؟ مطايو. لماذا؟ لأن الواو إذا كسر ما قبلها تقلب ماذا؟ تقلب ياء. طيب إذن هنا الخطوة الثانية نحن قلنا ماذا؟ مطائي. مطائي. طيب تقلب هذه الكسرة تقلب ماذا؟ ستقلب إلى فتحة فنقول ماذا؟ مطائي. مطاء أي. طيب الخطوة الثالثة مطاء أي تحركت الياء وفتح ما قبلها
يعني اللي هي متحركة. ففتح ماذا؟ ما قبل فقلبت ماذا؟ ألف. فسنقول ماذا؟ مطا آ. طيب الخطوة الرابعة مطا آ. اجتمع ما يشبه ثلاث ألفات فتقلب الهمزة ماذا؟ يا. فسنقول ماذا؟ مطا يا. إذن هنا مطية، أصل الجمع في مطية مطا يو، هذا هو الأصل، ولكن طبعا هذه الواو كسر ما قبلها فتقلب ياء، يعني فنقول ماذا؟ يعني هذا هو الأصل مطا يو، ولكن هذه الواو ستقلب ماذا؟ ستقلب ياء لكسر ما قبلها. المهم هنا ماذا حدث هنا؟ وقعت هذه الياء بعد ألف مفاعل فقلبت ماذا؟ فقلبت همزة. طيب الخطوة الثانية تقلب هذه تقلب الكسرة إلى ماذا؟ إلى فتحة، فنقول ماذا؟ مطا آ. طيب بعد هذا تحركت هذه الياء، تحركت وفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ فقلبت همزة. طيب عفوا فقلبت ألف، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ فقلبت ألف. طيب بعد ذلك اجتمع ما يشبه ثلاث ألفات، الألف الأولى والألف الثانية والهمزة، لأن الهمزة تشبه الألف فتقلب هذه الهمزة إلى ياء، فنقول ماذا؟ مطا ياء. طيب هنا الحالة الثانية وهي قلب الهمزة واو أو ياء. طيب فهنا أولا يعني الهمزتان يجتمعان، إما أن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة، أو الأولى ساكنة والثانية متحركة، يعني العكس، أو الهمزتان متحركتان. طب ما الحكم لو الهمزة الأولى متحركة والثانية ساكنة؟ ما الحكم هنا؟ يعني إذا اجتمعت همزتان، الهمزة الأولى متحركة يعني متحركة بالفتحة أو بالكسر أو الضم، والهمزة الثانية ساكنة، ما الحكم؟ تقلب، يعني الهمزة الثانية تقلب الهمزة الثانية تقلب حرف علة، تقلب ماذا؟ حرف علة. وممكن هذا حرف العلة ممكن ألف أو واو أو ياء. طب ولكن متى تقلب ألف أو واو أو ياء؟ على حسب الحركة، يعني تقلب الهمزة الثانية حرف علة من جنس الحركة قبلها، يعني أو من جنس حركة الهمزة الأولى، بمعنى يعني لو كانت الهمزة الأولى متحركة بماذا؟ متحركة بالفتح والثانية ساكنة، تقلب الهمزة الثانية ستقلب ألف، تقلب ماذا؟ تقلب ألف، يعني في آمنة سنقول هكذا آمنة، هذه الهمزة ستقلب ماذا؟ ستقلب ألف، ولكن سنقول هكذا آمنة. إذن سنقول ماذا؟ آمنة. إذن لو الهمزة الأولى متحركة بالفتح تقلب الثانية ماذا؟ تقلب الثانية ألف. طب لو الهمزة الأولى متحركة بالكسر تقلب الثانية يا ماذا؟ ياء، يعني من نفس جنس الحركة، يعني أو لو متحركة بال لو الهمزة الأولى لو الهمزة الأولى متحركة بالضم تقلب الثانية ماذا؟ تقلب الثانية واو. إذن هنا مثلا يعني كلمة إئمان، يعني كلمة ماذا؟ إئمان، سنقول ماذا؟ طبعا متحركة بماذا؟ بالكسر، ستقلب الثانية ستقلب ياء، إذن سنقول ماذا؟ إيمان. طيب لو نلاحظ الهمزة الأولى متحركة بالضمة والثانية ماذا؟ ساكنة، إذن ستقلب الثانية واو، إذن أؤمن سنقول ماذا؟ أؤمن. إذن هنا نلاحظ، إذا هنا
إذن هنا إذا اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة، الهمزة الثانية ستقلب حرف علة. حرف العلة هذا يجانس الحركة، يعني لو كانت الحركة فتحة يقلب ألف، كسر تقلب ياء، ضمة تقلب كسر تقلب ياء، ضمة تقلب ماذا؟ واو. كذلك كلمة مثلا نفس الأمر، كلمة آثر، يعني كلمة ماذا؟ آثر، أصلها ماذا؟ أصلها هكذا أثر، اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ماذا ساكنة؟ تقلب ألف. كذلك إيثار، أصلها إيثار، نفس الأمر. طب ننتقل هنا إلى لو كان العكس، يعني لو كانت الهمزة الأولى ساكنة والثانية متحركة ماذا سيحدث؟ ستضغمان في بعضهم، يعني يضغمان في ماذا؟ في بعض. يعني مثلا كلمة سأل، صيغة مبالغة من الفعل سأل، أصل سأل أصلها هكذا، أصلها ماذا؟ هكذا سأل هكذا، على وزن فعل. طبعا فعال هنا لو نلاحظ أن الحرف هنا مشدد، إذن هنا هذا الحرف الأول، هذا الحرف ماذا الثاني، وهذه الألف ألف فعال. إذن هنا نلاحظ هنا ما الذي حدث، اجتمعت همزتان الأولى ماذا؟ الأولى ساكنة والثانية ماذا؟ والثانية متحركة، فيضغمان في بعضهما، يضغمان في ماذا؟ في بعضهما. فسنقول ماذا؟ سنقول مثلا سأل هكذا، وممكن أن نقولها أن تكتب هكذا سأل. كذلك نفس الأمر في رأس، على وزن فعال، نفس الأمر، أصلها هكذا، أصلها رأ هكذا، وبعد ذلك الثانية رأ آس. هنا اجتمعت همزتان الأولى ساكنة والثانية متحركة، فيضغمان في بعضهم، إذن سيضغمان هكذا، ألف هكذا، وممكن أن تكتب هكذا، نقول رأس. طيب لو اجتمعت لو هنا الهمزتان متحركتان، إما أن تكون الهمزتان المتحركتان في أول الكلمة أو في آخر الكلمة. طيب لو كان في أول الكلمة، طيب أولا تقلب الهمزة، يعني لو الهمزتان مجتمعتان في أول الكلمة تقلب الهمزة الثانية ياء. متى تقلب ياء؟ لو كانت الهمزة الأولى متحركة والثانية ماذا؟ والثانية مكسورة، مثل أئمة، نلاحظ الهمزة الأولى مفتوحة والثانية ماذا؟ مكسورة، يعني تقلب الهمزة إذا اجتمعت همزتان متحركتان في أول كلمة الأولى فمفتوحة والثانية مكسورة، تقلب الثانية ياء. إذن أئمة أن نقول فيها ماذا؟ أئمة. يجوز أن أقول أئمة، ولكن القياس والقاعدة أن نقول ماذا؟ أئمة. لماذا؟ لأن اجتمعت همزتان متحركتان في أول الكلمة، الأولى متحركة، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة كمكسورة، تقلب الثانية ماذا؟ تقلب ياء. طب متى تقلب الهمزة الثانية واو في الحالات هذه؟ إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، يعني الأولى مفتوحة والثانية ماذا؟ مثل أوبا، تقلب الثانية ماذا؟ واو. إذن سنقول ماذا؟ أوبا، تقلب ماذا؟ تقلب واو. كذلك إذا اجتمعت همزتان متحركتان في أول الكلمة تقلب الثانية ماذا؟ واو. إذن هنا يعني كلمة آدم جمع كلمة آدم، يعني كلمة آدم جمعها آدم، جمعها ماذا؟ آدم. إذن هنا اجتمع همزتان الأولى متحركة يعني متحركتان بالفتح، تقلب الثانية ماذا؟ واو. إذن نقول ماذا؟ سنقول هكذا أوادم هكذا. طيب طب هنا تصغير آدم وأيدم مثلا، المهم إذا هنا واحد الأولى مكسورة، الأولى عفوا الأولى مضمومة والثانية ماذا؟ مفتوحة، تقلب الثانية، إذا سنقول ماذا؟
او واي ديم. كل بات ماذا؟ كل بات الهمزة الثانية ياء. إذن هنا إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة، يعني همزتان متحركتان في أول الكلمة، لو كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة تقلب الثانية ياء، غير ذلك تقلب واو، انتهى الأمر. طيب إذا اجتمعت همزتان في أول في آخر الكلمة، يعني الفعل جاء، جاء أصله هكذا، أصله جاء، جاء ياء، ولكن لماذا نقول جاء؟ تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف فنقول جاء. المهم أن جاء أصله جاء، اسم الفاعل منه جاء ي على وزن ماذا؟ فاعل جاء ي على وزن فاعل، اسم الفاعل من جاء جاي، هذا هو الأصل. لو نلاحظ هنا وقعت الياء بعد ألف مفاعل فتقلب همزة، فسنقول ماذا؟ جاء ي. وهنا القاعدة، اجتمع ماذا؟ اجتمعت همزتان. إذن هنا الهمزتان متحركتان في آخر الكلمة، إذن الحكم تقلب الثانية ماذا؟ تقلب الثانية واو، إذن سنقول ماذا؟ جاء اي، ثم تعل إعلال قاض الاسم المنقوص، يعني فنقول ماذا؟ تعامل معاملة الاسم المنقوص، لأن في النهاية تقول جائم، تحذف الياء طبعا ونضع ماذا؟ تنوين، مثل قاضي. إذن هنا الحكم إذا اجتمعت همزتان في آخر الكلمة تقلب الثانية، إذن الحكم تقلب الهمزة الثانية ياء، ياء. كذلك نفس الأمر في كلمة شاء، كلمة شاء نفس الأمر، أصلها شيئة، شاء طبعا اسم، أصلها شيئة، إذن اسم الفاعل سنقول ماذا؟ شاء ي، شاء ي على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، اسم الفاعل منها يعني شاي. طيب وقعت الياء بعد ألف مفاعل، هذه قاعدة درسناها سابقا، إذا وقعت الياء بعد ألف مفاعل تقلب ماذا؟ تقلب همزة، فسنقول ماذا؟ هذه الياء ستقلب همزة، سنقول شاء ي. طب إذن القاعدة هنا، اجتمع همزتان في آخر الكلمة فتقلب الثانية ماذا؟ فتقلب ياء، إذن سنقول ماذا؟ شاء اي. إذن هنا تعل إعلال قادم، إذن هنا يعني ليس تعامل معاملة الاسم المنكوس، فتحذف الياء ونعوض بالتنوين، سنقول شاء شاء إن هكذا. إذن هنا الخلاصة، إذا اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة تقلب الهمزة الثانية حرف علة مجانس لحركة الهمزة الأولى، يعني حركة الهمزة الأولى فتحة تقلب ماذا؟ تقلب ألف، كسرة تقلب ياء، ضمة تقلب واو. طب الهمزتان متحركتان، عفوا الأولى ساكنة والثانية متحركة، يعني عكس هذا، هنا الهمزتان تضغمان في بعضها فقط، إذا من حكم تضغمان، يعني الهمزتان تضغمان فقط، تضغمان في بعضهم فقط، إذا سنقول ماذا؟ سأل ورأس. طيب إذا جمع همزتان، لو كان الهمزتان متحركتان، ننظر لو الهمزتان في أول الكلمة، في أول ماذا؟ الكلمة، تقلب الهمزة الثانية ياء، لو كانت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة تقلب الهمزة الثانية ياء، مثل أئمة أئمة، غير ذلك تقلب ماذا؟ تقلب واو. لو كانت مثلا سواء كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، أو الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، أو الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، هكذا. إذن هنا ماذا؟ تقلب ماذا؟ هذه الهمزة الأولى تقلب واو. طب لو الهمزتان في آخر الكلمة تقلب الثانية ياء، انتهى الأمر.